ثابت الجيد احسن فيلم في 2022 واسوأ فيلم كان ايه؟ بلاش اسوأ عشان اسوأ كتير راح يتخانقوا مين كان اسوأ من الثاني، لكن نقول اكثر الافلام الجيده كان كيرة والجن قطعا عنده يعني عنده لمحات او ده فيلم تاريخي لكن في قالب اكشن. مروان حامد كمخرج فاهم جيل ده اللي هو بيتعب تذكره دول يعني العالم كله هم اللي دون الأربعين اللي بيتعب تذكره بيحدد النجوم في كل شيء هم ما دون الأربعين لازم تقراهم صح. فهو قاريهم صح فعمل فيلم جاب ايرادات عاليه جدا. كيرة والجن من اكثر الافلام السينما تحقيقا للايرادات على المستوى الابداعي مبدع مروان مع فريق عمل مع ممثلين مع جمهور كان على الموجه، ورغم ذلك بتتكلم عن فيلم بيبدا من حادث دون شوي وبيعرض بشكل وثائقي ما حدث في سنه 1906 كويس يعني في القرن التاسع عشر في بدايه اسف في بدايه القرن العشرين كان في حادث دون شوي اللي هو ادى لثوره 19 يبدا من هنا يعني فيلم تاريخي وكانك انت صحيح. لو جربت تقول ده محاضر التاريخ لكن ازاي تعبر بشكل ابداعي ده بشكل ابداعي وشكل جذاب وجاب ارضاء بس قول مين الاسوأ بقى؟ ما هو لو قلنا واحد اسوأ هندخل 20 سيئين ويقول لك اشمعنى انا ما قاليش لا الاسوأ كتير طبعا هتدوس له ولا كويس في اسوأ كتير بس مش عايز يبقى يعني ايه معركتنا مع الاسوأ خلي معركتنا مع الاحلى يعني خلينا مع الاحلى خلينا نجيب الاحلى فالاسوأ هيختفي ومش هيبان ان شاء الله. طيب بمناسبة الأسوأ والأحلى أزمة مطرب المهرجانات هتكمل معانا في 2023 ولا هتنتهي؟ لا بدأ مصطفى كامل الحقيقة بدأ يضع حلول. أنا قلت له أنت عامل يعني الباب موارب وده يعني أنا عايز يتفتح هو وارب الباب شوية بحيث إن هم موجودين وبيغنوا وبياخدوا تصريح لأنه ثبت بالورقة والقلم وبالوثائق وفي أجهزة التحقيقات أمام الدولة إن كان في تلاعب مع مطرب المهرجانات بيدوا لهم حاجه اسمها تصريح اليوم ياخد تصريح اليوم مقابل حاجه وكل ده بالاوراق والتسجيلات بيتم التحقيق فيه فكان في لعب وفساد. مصطفى لا فتح الباب وخلاهم يغنوا صحيح لسه يعني قال لك بلاش تسموا نفسكم مهرجانات فسموا نفسهم اداء صوتي يعني حتى انا مش موافق يعني اسمها مهرجانات ايه المشكله؟ كلمه مش عيب صحيح كلمه مهرجانات عمرها ما كانت كلمة قبيحة ولا كلمة عيب، نوع أنت بتحبه أو ما بتحبوش دي مش المشكلة، يعني لكن كل واحد حر وكل واحد حر ويختار وقدم أنت يعني النقابة دورها إيه؟ تعمل مناخ صحي جيد عشان الأصوات الحلوة والنغمة الحلوة تبقى موجودة زي ما كان ده موجود زمان حفلات أضواء المدينة وغيرها ما كانت بتعمل إيه؟ بتلاقي نجاة وتلاقي وردة وعبد الحليم بتلاقي كل حاجة وتلاقي أيضا وتلاقي محمد طه معاهم بيغني وتلاقي يعني وتلاقي سيد الملاح بيقول مونولوج مش كوكو كانت الدنيا مفتوحه التنوع موجود طول الوقت عايزين نرجعها دي عايزين نرجع ده هو ده الدور هو ده المطلوب عشان الفن يعود لازم يعود التنوع ما يبقاش فيه اقصاء يعني حد عايز يقصي ناس لا تقصي ناس بس انت دعم الفن اللي انت متحمس دعمه بمليون طريقه. هتدي مين نجم 2022 ومين نجمة 2022؟ بص انا بحب قوي الفنان اللي بيظل موجود في الساحه فتره زمنيه كبيره ومحافظ على القمه فبدي اثنين منير وعمرو دياب محمد منير طبعا وعمرو دياب لان هم عمرهم تجاوز ال40 فنيا يمكن منير كمان اكبر شويه وموجودين على القمه يعني كفايه انه صحيح تقول حفله لعمرو دياب حفله لمنير شوف الناس قد ايه بتبقى رايحه فانا شايف ان الفنان اللي يقدر بعد ان يعني يمضي به قطار العمر يتجاوز ال 60 ويظل في القمه ده لازم يضرب له تعظيم كلام دول اثنين نموذجين الحقيقه لازم تحيتهم والفنان